سمعوه انت بنقاك يا ترياس فيوت مبشيري نام في ابن في ميس قواب ونوتي نوتامين وهيرين ناموكو تيجنت بمفاس سواب انكاسو ليك الابوستو ليك نكليسي انت في نوتي امين اريف ما بيبشايس ان يطبعين ناك اخون ان يزورن نام يطبعين ايقون من يطبعين ايفول هيتوتو موينو تيرون ببك بي ايفول خاني في اووي بروس فيكساس تبرتون اجيون تيميون زورون توتون كسثيون امون كبروس فيرونتون كريالايسون ليلو يا فاي بيبي اه او طائب شويس سامي ايوب مارين فليل انتن او نوف امون خيد او اب شويس امامين او اب شويس اصوتي نين موي افز مروت جفي اثنيو خلفران امام شوي سيئة الليل بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد مبارك الله ضابطه الكل آمين مبارك لابن الوحيد يسوع المسيح ربنا الروح القدس المعزي آمين دوك سابت ليك ايوك اجيب نغمة آتي كنين كي اي كيستوس ايون اسطن ايونون امين الليلو الخيارات أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نشكرك في كل حال لأنك سترتنا وساعدتنا حفظتنا وأشفقت علينا وأتيت بنا إلى هذه الساعة نطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا في سلام بمخافتك باركنا وبارك شعبك وبارك هذه القرابين ابعد عنا كل تجربة وكل شر وارزقنا كل خير بنعمة ربنا يسوع المسيح آمين
صوتيس آمين كطائب نغمة آتي صوتا يشوري النوب كثر سواب ماريا شوي صاري مطمئن بقوي قول انتن النوبه تن نبرز بينت بشاش في نارشي انجلوس نمني طغم عين برا نيوني بتشوي صاري مطمئن يقول انت للنوبي تاني يبشي انت بتعو ريمو سني بانجي ليستي اسمار قوس بيا بوستولو سيب شوي صاري مطمئن بكو يقول انت للنوبي تانو ابشي عاري ابقن خم بليوت طايوت نارشي ابس بابا ابا فرانسي سيبك شوي صاري مطمئن بكو يقول انت للنوبي تانو شياري بقول خم بنيوت الطا يوتم بطريار شي صافا إبراي ما بتشوي صاري مطمئن بكو يقول انت ننمو به تنمو شياري بقول خم بنيوت الطا يوتم زي كي أوس
تسني مطروب ولي تسني تكيني ما نبشوك صاري موتنا نبكوي قول انت للنوبي تنوش تموكو بخير يسوس نبكيوتي ناغا سوسنم بابن بمايكوك جيعك إياك صوتي أمون ناينا ولكن المسيح جاء رئيس كهنة للخيرات المستقبلة واجتاز خيمة أعظم وأكمل من تلك الخيمة الأولى غير مصنوعة بأيدي البشر أي إنها لا تنتمي إلى هذه الخليقة فدخل قدس الأقداس مرة واحدة لا بدم التيوس والعجول بل بدمه فكسب لنا الخلاص الأبدي فإذا كان رش دم التيوس والثيران ورماد العجلة يقدس المنجسين ويطهر جسدهم فما أولى دم المسيح الذي قدم نفسه إلى الله بالروح الأزلي قربانا لا عيب فيه أن يطهر ضمائرنا من الأعمال الميتة لنعبد الله الحي لذلك هو الوسيط لعهد جديد ينال فيه المدعوون الميراث الأبدي الموعود لأنه مات كفارة للمعاصي التي ارتكبها الشعب في أيام العهد الأول فحيث تكون الوصية يجب إثبات موت الموصي لأن الوصية مرهونة بموت الموصي فلا فعل لها ما دام الموصي حيا ولذلك تكرس العهد الأول أيضا بالدم فموسى بعدما تلى على مسامع الشعب جميع الوصايا كما هي في الشريعة أخذ دم العجول والتيوس ومعه ماء وصوف قرمزي وزوفي ورشه على كتاب الشريعة لنفسه وعلى الشعب كله وقال هذا هو دم العهد الذي أمركم الله به وكذلك رش الخيمة وكل أدوات العبادة بالدم ويكاد لا يطهر شيء حسب الشريعة إلا بالدم وما من مغفرة بغير إراقة دم فإذا كان مثال الأمور السماوية يلزمه التطهير بهذه الشعائر فالأمور السماوية نفسها يلزمها تطهير بذبائح أفضل من تلك لأن المسيح ما دخل قدسا صنعته أيدي البشر صورة للقدس الحقيقي بل دخل السماء ذاتها ليظهر الآن في حضرة الله من أجلنا لا لأنه سيقدم نفسه عدة مرات كما يدخل رئيس الكهنة قدس الأقداس كل سنة بدم غير دمه وإلا لكان عليه أن يتألم مرات كثيرة منذ إنشاء العالم ولكنه ظهر الآن مرة واحدة عند اكتمال الأزمنة ليزيل الخطيئة بتقديم نفسه ذبيحة لله وكما أن مصير البشر أن يموت مرة واحدة وبعد ذلك الدينونة فكذلك المسيح قدم نفسه مرة واحدة ليزيل خطايا الكثير من الناس وسيظهر ثانية لا لأجل الخطيئة بل لخلاص الذين ينتظرونه نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين الكاثوليكون فصل من الرسالة الأولى للقديس بطرس بركته المقدسة فلتكن معنا آمين وإذا كان المسيح تألم في الجسد فتسلحوا أنتم بهذه العبرة وهي أن من تألم في الجسد امتنع عن الخطيئة ليعيش بقية عمره في العمل بمشيئة الله لا في الشهوات البشرية فكفاكم ما قضيتم من الوقت في مجاراة الأمم سالكين سبيل الدعارة والشهوة والخلاعة والعربدة وعبادة الأوثان المحرمة وهم الآن يستغربون منكم كيف لا تنساقون معهم في مجرى الخلاعة ذاتها فيهون لكم لكنهم سيؤدون حسابا لله الذي هو مستعد أن يدين الأحياء والأموات ولذلك أزعت البشارة على الأموات أيضا حتى يدانوا كبشر عاشوا في الجسد فيحيون عند الله في الروح والآن اقتربت نهاية كل شيء فتعقلوا وتيقظوا للصلاة
ولتكن المحبة شديدة بينكم قبل كل شيء، لأن المحبة تستر كثيرا من الخطايا. أحسنوا الضيافة بعضكم لبعض من غير تذمر، وليضع كل واحد منكم في خدمة الآخرين ما ناله من موهبة كوكلاء صالحين على مواهب الله المتنوعة. وإذا تكلم أحدكم فليتكلم كلام الله، وإذا خدم فليخدم بما يهبه الله من قدرة، حتى يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح، له المجد والعزة إلى أبد الدهور. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، أن العالم يزول شهواته معه، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد. الليبراكسيس فصل من أعمال أبانا الرسل الممتلئين من نعمة الروح القدس، بركة صلواتهم فلتكن معنا أمين. وبعد 3 أشهر ركبنا سفينة من الإسكندرية عليها رسم الإلهين التوأمين، وكانت تقضي فصل الشتاء في الجزيرة، فنزلنا إلى مدينة سراكوسا وأقمنا فيها 3 أيام. ثم سرنا منها بمحاذاة الشاطئ إلى مدينة ريغون، فهبت علينا في اليوم الثاني ريح جنوبية، ووصلنا في اليوم الثالث إلى مدينة بوطولي، حيث وجدنا بعض الأخوة، فطلبوا إلينا أن نقيم عندهم 7 أيام. وهكذا وصلنا إلى روما، وسمع الأخوة في روما بوصولنا، فخرجوا للقائنا إلى ساحة مدينة أبيوس والحوانيت الثلاثة، فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما دخلنا روما أذنت السلطات لبولس أن يسكن وحده مع الجندي الذي يحرسه. وبعد 3 أيام دعا بولس وجهاء اليهود إليه، فلما اجتمعوا قال لهم: أيها الإخوة، أنا ما أسأت بشيء إلى شعبنا وتقاليد آبائنا، ومع ذلك اعتقلوني اليهود في أورشليم وسلموني إلى أيدي الرومانيين، فنظروا في قضيتي وأرادوا إخلاء سبيلي، لأن لا جرم علي أستوجب به الموت، ولكن اليهود عارضوا، فاضطررت أن أرفع دعواي إلى القيصر، لا لأني أريد أن أتهم شعبي بشيء، لذلك طلبت أن أراكم وأكلمكم، فأنا أحمل هذا القيد من أجل رجاء إسرائيل. فقالوا له: ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهود، ولا جاءنا أحد من الإخوة هناك، فأخبرنا شيئا عنك أو تكلم عليك بسوء، ولكننا نود أن نسمع منك رأيك، لأننا نعرف أن الناس في كل مكان تستنكر هذا المذهب. فتواعدوا على يوم جاءوا فيه إلى منزل بولس وهم أكثر عددا، فأخذ بولس يحدثهم من الصباح إلى المساء شاهدا لملكوت الله، محاولا أن يقنعهم برسالة يسوع استنادا إلى شريعة موسى وكتب الأنبياء. فاقتنع بعضهم بكلامه وأنكر البعض الآخر، وقبل أن ينصرفوا من عنده وهم غير متفقين قال لهم بولس هذه الكلمة: صدق الروح القدس في قوله لآبائكم بلسان النبي إشعيا: اذهب إلى هذا الشعب وقل لهم: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا تبصرون، تحجر قلب هذا الشعب، فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم، لئلا يسمعوا بآذانهم ويبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم. فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه هذا إلى غير اليهود من الشعب، وهم سيستمعون إليه. فلما قال هذا الكلام خرج اليهود من عنده وهم في جدال عنيف، وقام بولس 2 كاملتين في المنزل الذي استأجره يرحب بكل من كان يزوره، فيبشر بملكوت الله معلنا بكل جرأة وحرية تعليمه في الرب يسوع المسيح
لم تزل كلمة الرب تنمو في هذه الكنيسة وكل كنيسة. أمين. وصلنا خني شويسي فايب بورهم بإسرائيل إفس مروت جفي إسنيو خلفران مبشويسي انتنيو إفس مروت جفيو نمبشيرين ببن أما إثواب تتري سيجي كفول تنقوش تموز تنتيوناس. من تراتيل مزامير أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا أمين. بوقوف رأس الشهر بالبوق في يوم عيدكم المشهور ابتهجوا بالله معيننا. هللوا لله يعقوب، خذوا مزمارا واضربوا دفا مزمارا مطربا مع قيصارة. هللويا. بارك يا رب. فصلا من بشارة القديس متى والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. ولما قربوا من أورشليم وجاءوا لبيت فاج عند جبل الزيتون، حينئذ أرسل يسوع اثنين من تلاميذه قائلا لهما: اذهبا إلى هذه القرية التي أمامكما، فستجدان أتانا مربوطة وجحشا معها، فحلاهما واتيان بهما، وإن قال لكم أحد شيئا فقولا إن الرب محتاج إليهما فللوقت يرسلهما. فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: قولوا لابنة صهيون هوذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. فذهبت التلميذان وصنع كما أمرهما يسوع، وأتيا بالأتان والجحش ووضعا عليهما ثيابهما وجلسا فوقهما. والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها على الطريق. والجموع الذين تقدموا والذين تابعوا كانوا يصرخون قائلين: وصلنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، وصلنا في الأعالي. ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلتان: من هو هذا؟ فقالت الجموع: هذا هو يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. ودخل يسوع إلى الهيكل وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام، وقال لهم: مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة للصوص. وتقدم إليه عمي وعرج في الهيكل فشفاهم. فلما رأى رؤساء الكهنة والكتبة العجائب التي صنعها والأولاد يصيحون في الهيكل قائلين: وصلنا لابن داود، تزمروا وقالوا له: أما تسمع ما يقوله هؤلاء؟ فقال لهم يسوع: نعم، أما قرأتم قط في الكتب أنه من أفواه الأطفال والرضعان هيأت صبحا ثم تركهم وخرج خارج المدينة إلى بيت عنيا وبات هناك حقا؟ والمجد لله دائما. وصلنا خني شويسي فايب بورهم بإسرائيل إفس مروت جفي إسنيو خنفران مبشويسي انتنيهم. بارك يا رب. فصل بشير، فصل مبارك من إنجيل القديس ماركوس بركته علينا أمين. ولما قربوا من أورشليم وأتى إلى بيت فاجي وبيت عنيا عند جبل الزيتون، أرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، فللوقت وأنتما داخلان إليها تجدان جحشا مربوطا لم يركبه أحد من الناس، فحلا واتيا به، وإن قال لكما أحد لماذا تفعلان هذا فقولا أن الرب محتاج إليه وللوقت يرسل إلى هنا. فمضى ووجد الجحش مربوطا عند الباب خارجا على الطريق فحلا،
فقال لهما قوم من القيام هناك: ماذا تفعلان؟ تحلان الجحش؟ أما هما فقال لهما كما قال لهما يسوع فتركهما. فأتيا بالجحش إلى يسوع وألقيا عليه ثيابهما فركب عليه، وكثيرون فرشوا ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر من الحقل وفرشوها في الطريق، والذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: وصلنا مبارك الآتي باسم الرب، مباركة مملكة أبينا داود الآتية باسم الرب، وصلنا في العالي. فدخل يسوع أورشليم إلى الهيكل، ولما نظر حوله إلى كل شيء، إذ كان الوقت قد أمسى، خرج إلى بيت عنيا مع الاثنى عشر حقا. المجد لله دائما الجالس فوق الشاروبيم، اليوم ظهر في أورشليم ركبا على جحش بمجد عظيم، وحوله طقوس نيانجيلوس. وأيضا من إنجيل القديس لوقا: وإذ قرب من بيت فاجي وبيت عنيا عند الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، أرسل اثنين من تلاميذه قائلا: اذهبا إلى هذه القرية التي أمامكما، وحين تدخلانها تجدان جحشا مربوطا لم يركبه أحد من الناس قط، فحلا وأتيا به. وإذ سألكما أحد وقال: لماذا تحلانه؟ فقولا له هكذا: إن الرب محتاج إليه. فلما ذهب المرسلان وجدا كما قال لهما. وفيما هما يحلان الجحش قال لهما أصحابه: لماذا تحلان الجحش؟ أما هما فقالا: إن الرب محتاج إليه. وأتيا به إلى يسوع وطرحا ثيابهما على الجحش وأركبا يسوع. وفيما هو سائر كانوا يفرشون ثيابهم في الطريق. وعندما قرب من منحدر جبل الزيتون ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويباركون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظروها قائلين: مبارك الملك الآتي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعالي. وأما بعض الفريسيين من الجمع فقالوا له: يا معلم انتهر تلاميذك. فأجاب وقال لهم: أقول لكم إن سكت هؤلاء نطقت الحجارة. فلما قرب ورأى المدينة بكى عليها قائلا: لو كنت تعلمين في هذا اليوم ما هو لسلامك، ولكن الآن قد أخفي عن عينيك، فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة، ويهدمونك وبنيك فيك، ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. ولما دخل الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبعون ويشترون فيه قائلا لهم: مكتوب إن بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة للصوص. وكان يعلم كل يوم في الهيكل، وكان رؤساء الكهنة والكتبة ومقدم الشعب يطلبون أن يهلكوه، ولم يجدوا ما يفعلون، لأن الشعب كله كان متعلقا به ويسمع منه حقا. المجد لله دائما في الطريق فرشوكم صد، ومن الشجر قطعوا أغصان، وهم يصيحون بلا لحاف: وصلنا إبشيري إن ضبيض أجيوس أوثيوس أجيوس إسشيروس أجيوس أثناطوس أو إكبر ثينو جنتيس إليس أونيماس أجيوس أوثيوس أجيوس إسشيروس أجيوس أثناطوس أو إستافروتيس ديماس إليس أونيماس أجيوس أوثيوس أجيوس إسشيروس
Αγίος αθάνατος ο Ανάστας εκ των νεκρών και ανέλσον Ιεστός ουρανός ελέησον ημέν. Δόξε Πετρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εστός αιώνας των αιώνων. Αμήν αγιατρίας ελέησον ημές. السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين وارسل أطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتاقوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا اجعلنا كلنا مستعفين يا سيدنا أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبة قديسين صلوا من أجل انتشار الإنجيل المقدس يا رب سيدنا كل الذين أوصونا أمرونا أن نذكرهم في صلواتنا وطلباتنا التي نرفع إليك والمسيح إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك يا رب اشفيهم حزان القلوب يا رب عزيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا رجاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا. قفوا بمخافة الله لنسمع الإنجيل المقدس. فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته. من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا. لك ينبغي التسبيح يا الله في صيون ولك توفى النذور في أورشليم. استمع يا الله صلاتي لأنه إليك يأتي كل بشر. إليك
كنا نأتي باسم الرب إلى القوات ربنا وإلهنا ربنا مخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم في الغد سمع الجمع الكثير والذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم فأخذوا سعف النخل وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون قائلين أوصنا مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل ووجد يسوع جحشا فركبه كما هو مكتوب لا تخافي يا ابنة صهيون هوذا ملكك يأتيك راكبا على جحش ابن أتان وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه إنما كتبت من أجله وصنعت له وكان الجمع الذي معه يشهد أنه دعا لعازر من القبر وأقامه من الأموات ومن أجل هذا خرج الجمع للقائه لأنهم سمعوا أنه صنع هذه الآية فقال الفريسيون بعضهم لبعض انظروا إنكم لا تنفعون شيئا هوذا العالم كله قد ذهب وراءه محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. إلى جميع من يشاركون الصلاة من أبناء الكنيسة الكاثوليكية في مصر وخارجها وكل الأبناء في كل مكان، نعمة وسلام المسيح ملك السلام مع جميعكم. نعيش زمن الفصح هذا العام في ظروف استثنائية ونحتفل اليوم بطريقة غير اعتيادية بأسبوع الألام في ظل اتباع الإرشادات الاحترازية حفاظا على حياة شعوبنا متضامنين مع العالم كله في مواجهة وباء فيروس كورونا مصلين وطالبين من الله أن نعبر هذه المحنة بسلام وأمان. أتخيل أنكم في عائلاتكم تعيشون حياة غير اعتيادية لتفادي العدوى، وأعرف أنها أوقات عصيبة للجميع ولكثيرين عصيبة جدا. نتحد معا في الصلاة من أجل كل إنسان على وجه الأرض، خاصة المتضررين والمتألمين الذين يعانون من الصعوبات والوحدة والضيقات، ومن أجل الأطباء والعاملين في المستشفيات وكل الذين يكرسون حياتهم ويخاطرون بها من أجل إنقاذ حياة أي إنسان وكل إنسان. الرب يحفظ بلدنا مصر وكل بلاد العالم من كل شر. نشكر كل من له تعب في نقل هذه الصلوات عبر القنوات التلفزيونية
الإنترنت. نصلي أن يبارك الرب جهودهم ويعوضهم كل خير. تداولت وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الأخبار والأفكار والتأملات عما نمر به في هذه الظروف، وأظن لا داعي للمزيد من الكلام عنها. فقط أريد أن أشير إلى ثلاثة أمور إيجابية: روح التضامن والمسؤولية بين العائلات والدول والمنظمات في العالم كله، فلا فرق بين غني وفقير، فالجميع أمام الخطر متساوون. 2. خبرة الصلاة في العائلة وما نسميه بمذبح العائلة، نظرا لصعوبة التواجد وعدم إمكانية الذهاب إلى الكنائس. 3. ظهور مواقف ونماذج إنسانية لكثيرين من أفراد وجماعات يملأهم حب كبير وطاقة إيجابية، يهتمون بمن هم أكثر احتياجا وإن بفلسي الأرملة. هذا بعض من كثير مما يدعو إلى الرجاء، إلى أن الخير ما زال يعمل وإن كان في صمت. نبدأ اليوم بطريقة كما قلت غير اعتيادية بأسبوع الآلام، ونحتفل بدخول الرب يسوع إلى أورشليم، والذي يطلق عليه أحد الشعانين، وهي تسمية من هتاف الجماهير التي استقبلت الرب يسوع: هو شعنا يا رب خلص. وأيضا أحد السعف، وهو اسم شعبي من سعف النخيل المستخدم في هذه المناسبة. استولى الفرح على التلاميذ فهتفوا مسبحين الله بأعلى أصواتهم قائلين: مبارك الآتي باسم الرب. فمن أين للتلاميذ هذا الفرح والتسبيح؟ هو من خبرتهم الشخصية وحياتهم مع يسوع، وهذه هي خبرة كل إنسان أو جماعة تقبل المسيح ملك السلام ملكا على حياتها، النور والحق والحياة. وجه الرب كما سمعنا في الإنجيل كلامه إلى أورشليم قائلا: ليتك عرفت أنت أيضا في هذا اليوم طريق سلامك. وهذا الكلام موجه إلى كل واحد منا، كما كان موجها إلى المرأة السامرية التي قال لها يسوع: لو كنت تعرفين عطاء الله ومن هو الذي يكلمك. واليوم يدعون الرب يسوع إلى إعادة اكتشاف حضوره الحقيقي في حياتنا في عائلاتنا. ولكن يسوع لا يفرض نفسه، بل يجب أن يقبل قبولا حرا بالإيمان، فهو جعل لقيام وسقوط كثيرين وآية معرضة للرفض، كما عبر عن ذلك سمعان الشيخ في الهيكل عندما أخذ يسوع طفلا بين يديه. والأناجيل التي قرأناها والقراءات اليوم تظهر لنا عدة مواقف. هناك من يهتف بحماس وفرح لدخول المسيح معلنا أنه الملك المسيح ملك السلام، وهناك من يرى في المسيح خطرا على مصالحه وحياته فيدخل في مؤامرات للتخلص منه، وربما هناك من لا يبالي وكأن الأمر لا يعنيه. ولكن حياة يسوع هي حدث علني يهم جميع الناس،
ولذا يقول الإنجيل اهتزت المدينة عند دخوله أورشليم، وتساءل الكثيرون من يكون هذا؟ الناس يعلنون يسوع ملكا وإن لم يعرفوا أي نوع من الملوك هو. يسوع يقبل هذا الإعلان في الظاهر، علما أنه رفض ممالك الأرض حين جرب في الصحراء. دخل يسوع أورشليم ملكا في الظاهر متألما في الداخل، فهو يعرف أن درب الصليب بانتظاره، لأن خلاص الناس ليس بملك يمشي على ثيابهم ويسمع تهاليلهم، بل في أن يبصر الذين لا يبصرون، أي أن يعرف الحقيقة كل من تاه عنها، وأن يدركوا مصدقين أن الله الآب لا يريد موت الخاطئ بل يريد توبته وخلاصه. فالحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت الإله الحق وحدك. هل نحن اليوم أفضل ممن استقبلوا المسيح يوم الشعانين وتركوه وحيدا يوم الجمعة العظيمة؟ ألا نملك على أنفسنا وعلى أولادنا ملوكا من الأوثان والممتلكات؟ إن احتفالنا بعيد الشعانين اليوم هو دعوة عامة إلينا جميعا وإلى كل واحد إلى اليقظة، لنعرف من هو ملكنا الحقيقي، فنميز بينه وبين من يميت ليسعد ويحيا هو. ذات يوم وجه المسيح إلى تلاميذه هذا السؤال: من تقول الناس إني أنا هو؟ وأنتم من تقولون؟ والسؤال ذاته موجه اليوم إلى كل واحد منا: من يكون يسوع بالنسبة لي؟ هل هو على هامش حياتي؟ أم هو خارج حياتي؟ أو هو بالحقيقة يملك على حياتي وأفكاري وأعمالي وطموحاتي؟ أحبائي، لنبدأ هذا الأسبوع العظيم المقدس ونفتح قلوبنا وعائلاتنا ليدخل المسيح إليها ويغمرها بسلامه، ولنتبعه في طريق آلامه مؤمنين وواثقين في مشاركتنا له نعمة وقوة قيامته المقدسة، فيعظم انتصارنا بالذي أحبنا. أمين. وصلنا خنيت شوي سيفاي باب أوروين بسرائيل في اسمارو تنجبي اسنيو خنفران مبشوي سنتني قوم اليوم تمت الأقوال من النبوة والأمثال كما تنبأ زكريا وقال نبوة عن إيسوس بخريس وجفز مرؤوت جفيوت نم بشيري نم بابن بما إثواب تتريا ستجي كفور تلقوش تموس تنتيوناس صوتو بحكمة الله يا رب ارحم يا رب ارحم بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب القدير خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور
نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، هو الآب جوهر واحد، به كان كل شيء، من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وبالروح القدس تجسد من مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين الآب، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، ولانقضاء ملكه نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق بالأنبياء، نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين. ولروحك أيضا العظيم الأبدي، يا من خلقت الإنسان براً على غيري فساد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بظهور مخلصنا يسوع المسيح ابنك الحبيب، وملأت الأرض من السلام السمائي به يمجدك الملائكة قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وللناس المسار. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية. يا رب يا الله املأ قلوبنا من سلامك، طهرنا من كل غش ومن كل شر يؤدي إلى الموت، واجعلنا قادرين أن ننزع عنا كل خصام وأن نقبل بعضنا بعضا قبلة مقدسة لكي نستحق مواهبك المحيي السمية بالمسيح يسوع ربنا. قبلوا بعضكم بعضا قبلة مقدسة بشفاعة والدة الإله القديسة مريم. يا رب أنعم لنا بمغفرة خطايانا، نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك تايت وخلصت. آه
جميعكم ومع روحك. أيضا ارفعوا قلوبكم وواجب أن نشكرك أيها الإله الأزلي الكائن قبل الدور المالك إلى الأبد الناظر إلى المتواضعين خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى. أنت الذي تسجد لك الملائكة ورؤساء الملائكة ويسبحونك قائلين الشروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدونك صارخين قائلين قدوس 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 رب السباوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك القدوس. قدوس قدوس أنت أيها الرب إلهنا يا من خلقنا وأسكننا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية ونفينا من فردوس الفرح لم تتركنا عنك قط بل تفقدتنا دائما بأنبيائك القديسين في ملء الزمان ونحن في الظلمة وظلال الموت ظهرت لنا بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي بالروح القدس تجسدا من العذراء القديسة مريم. آمين. تجسدا وصار إنسانا وعلمنا طريق الخلاص وأنعم علينا بالميلاد الثاني من الماء والروح جعلنا له شعبا واحدا وسيرنا طهارا بروحك القدوس أحبنا نحن البشر بذل ذاته حتى الموت فداء عنا حررنا من الموت بالصالي حقا الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين الآب وحدد يوما يظهر فيه ليدين كل واحد بالعدل ويعطيه حسب أعماله كرامتك
جاءت الساعة ليقدم ذاته للموت عن حياة العالم، أقام لنا سر القربان المقدس، فأخذ خبزا على يديه الطاهرتين المحييتين، ورفع عينيه نحو السماء وشكر. آمين. وبارك. آمين. وقد آس. وأعطى تلاميذه القديسين ورسله الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم وعن الناس أجمعين لغفران الخطايا، هذا اصنعوه لذكري. هذا هو بالحقيقة. آمين. وبعد العشاء مزج في الكأس عصير الكرمة بالماء وشكر. آمين. وبارك. آمين. وقد القديسين ورسله الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي دم العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن الناس أجمعين لغفران الخطايا، أعمل هذا لذكري. هذا هو أيضا بالحقيقة. تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي.
رحمتي وتذكروني إلى أن آجي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعتبر من بين الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب منتظرين مجيئه الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا. نقدم لك هذه الذبيحة المحيية شاكرين في كل حال أهلي. اسجدوا لله ضارعين وخاشعين نسبحك نباركك نخدمك يا نسجد لك أيها الرب إلهنا نحن خدامك الخطأ غير المستحقين ونسألك أن يحل روحك القدوس علينا ليطهرنا وعلى هذه القرابين ليحولها ويجعلها أثرارا مقدسة لقديسيك فيصير هذا الخبز جسد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح غفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناوله. تصير هذه الكأس دم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح دم العهد الجديد غفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناوله. آمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب. نسألك أيها المسيح إلهنا يا رب ارحم ثبت أساس الكنيسة يا رب وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا يا رب ارحم لينمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى يا رب ارحم الرعاة تضبطه
ثبتهم والذين يرعونهم ثبتهم يا رب ارحم. أعطي بهاء للإكليروس نسكا للرهبان والراهبة يا رب ارحم. طهارة للذين في البتولية، حياة صالحة للمتزاوجين يا رب ارحم. رحمة للتائبين، صلاحا للأغنياء يا رب ارحم. وداعة للفضلاء، معونة للمساكين يا رب ارحم. الشيوخ قوهم والذين في الحداثة علمهم يا رب ارحم. غير المؤمنين ردهم لتنقض انقسامات الكنيسة يا رب لتعاظم أهل البدع. ونحن كلنا أحسبنا في وحدانية التقوى يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نسألك أحب البشر امنح السلام لكنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية يا رب ارحم. اذكر يا رب عظيم الأحبار البابا فرنسيس وبطريرك المكرم الأنبا إبراهيم ومطراننا الأنبا كيرلس ومطراننا الأنبا دانيال وسلاسك فلرو شعبك بسلام يا رب ارحم. اشكر يا رب القمامسة والكهنة والشمامسة ليعلموا كلمة الحق باستقامة يا رب ارحم. اذكر يا رب الرهبان والراهبات والذين يكرسون حياتهم لخدمتك، ثبتهم في النسك والقداسة يا رب ارحم. اذكر يا رب مدينتنا هذه وبلادنا المصرية المباركة وكل بلاد العالم، احفظها في سلام ومانٍ يا رب ارحم. اذكر يا رب القائمين بشؤون وطننا، رئيس الجمهورية، الوزراء والقيادات والجنود وكل من يحمل أمانة المسؤولية، وفقهم في كل عمل صالح يا رب ارحم. بارك يا رب مياه النيل والزرع ثمار الأرض
من أجل فقراء شعبك ومن أجل الأرامل والأيتام والغرباء والضيوف والعاملين في كل مكان، من أجل كل الذين أرجون قد اسمك القدوس، لأن عين الكل تترجاك، أنت الذي تعطيهم طعامهم في أوانه، ترى بنا حسب صلاحك يا من يعطي طعاما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا وسلاما لتكون الكفاية في كل شيء فننمو في كل عمل صالح يا رب. في كل مكان أنعم عليهم بالعافية والشفاء وتعهدهم بالرحمة والرافة يا رب ارحم. أشكر يا رب المسافرين، احفظهم وردهم إلى مساكنهم بسلام. يا رب ارحم. يا رب المتضايقين والمتألمين خلصهم من جميع شدائد. يا رب ارحم. اشكر يا رب المنازعين، فلتنقلهم ملائكتك إلى النور في مساكنك الأبدية. يا رب ارحم. اشكر يا رب والدينا وأخواتنا وأقربائنا، الأحياء احفظهم في سلام والموت أعطيهم الراحة الأبدية. يا رب ارحم. اذكر يا رب المشتركين معنا في الصلاة والذين أوصونا أن نصلي من أجلهم، احفظهم بملائكة السلام وامنحهم نعمة روحك القدوس. يا رب ارحم. شعبك شعبك وكنيستك يطلبون إلي بك ومعك إلى الآب قائلين جنا I'm
نمتك إكليسيا سيته إيروك أوهي فولهي توتك بيوت نماك إفقو إموس جنا أينان جنا أينان جنا أينان إفنو أوتي بيوت ببنتوك راتور جنا أينان جناينان جناينان ابنوتي بن سوتير جناينان 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 ابنوتي او ناينان كري ليسون ارحمنا بوحدانية القلب أعطي طمأنينة للعالم اعتدالا حسنا للهوى تفضل يا رب أن تقبل هذه الذبيحة واذكر الذين قدموها والذين نقدمها من أجلهم أعطنا الأجر السماء صلوا من أجل هذه الذبيحة المقدسة الكريمة والذين قدموا تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء أباءنا الأبرار رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر المملوء مجدان
دائمة البتولية القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوسف حارس الفادي العفيف والبتول والقديس يوحنا المعمد والشهيد والقديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء وناظر الإله القديس مرقس الإنجيلي والشهيد وآباءنا البطاركة القديسين القديس أثناسيوس الرسولي والقديس كيرلس الكبير والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس وآباءنا الرهبان العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا وأنبا بخوم أبا الشاركة الرهبانية وجميع القديسين بصلواتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وخلصنا من أجل ابنك الحبيب يسوع المسيح الذي نحمل اسمه القدوس باركتهم الراقدين راحة في فردوس النعيم دار الأحياء إلى الأبد ونحن الغرباء في هذا العالم احفظنا في الإيمان بك ونعم علينا بسلامك واهدنا إلى ملكوتك ليتمجد ويتبارك اسمك العظيم القدوس أيها الآب والابن والروح القدوس
فلنشكر الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس ونسأله أن يجعلنا مستحقين أن نشترك في تناول أسراره الإلهية المحيية. آمين. سر الجسد المقدس والدم الكريم ليسوع المسيح. إيه الرب إلهنا نسجد لجسدك المقدس الرب إلهنا، لقد صار اسمك عجيبا على الأرض كلها، لأنه قد ارتفع عظم بهائك فوق السماوات. كيريا لايسون، كيريا لايسون، يا رب ارحم. من أفواه الأطفال والرضع آني، هيا تسبحان فهيئ أيضا يا رب نفوسنا لنسبحك ونرتل لك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونمجدك ونشكرك كل يوم وكل ساعة. كيريا لايسون، كيريا لايسون، يا رب نعترف لك ونصرخ نحوك أيها الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أم بخريستو تسألك أيها القدوس الصالح لا تدخلنا في تجربة السماوات، بل نجنا من كل فعل وقول وفعل لا يرضي صلاح، ابعد عنا أسباب الخطيئة. اكتب اسمنا يا رب مع جميع القديسين في
في ملكوت السماوات بالمسيح يسوع ربنا. تسقيف على سيمون تقريو إكلنا أسرار المقدسة للقديسين. مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله الذي قدسها بروحه القدوس. أمين. مبارك الأب القدوس، مبارك الابن القدوس، مبارك الروح القدوس. آمين. جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا. أمين. جسد مقدس حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا. أمين. حقيقة. أمين. النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه مخلصنا يسوع المسيح
من سيدتنا والدة الله القديسة الطاهرة مريم، واجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، وأسلمه بإرادتي عنا كلنا على خشبة الصليب المقدسة. نؤمن حقا أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا غمضة عين، يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناوله. حقا نؤمن، أمين. أمين 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 أمين. أن هذا هو بالحقيقة اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة يسوع المسيح معكم، رتلوا بنشيد الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمية يا رب. رحم